احنا لي كنقولوا احنا ضد عقوبة الإعدام، ولكن الصعيب أن في بعض الأحيان ما تطبقهاش. كنقولوا جريمة العقوبة ديال الإعدام يمكن تطبقها إلا في حالة ما تثبت أنه الذي قام بقتل شخص بصفة وحشية كان يتوفر على عقل سليم وكان يتوفر على صحة نفسية وعقلية جيدة، فإن لم مستحيل تحكم بالإعدام. ثانيا كخص المحكمة تكون حكمت بالإجماع ماشي بالأغلبية بحال اللي عندنا في المغرب، بالإجماع، لأن ملي خمسة الناس غادي يحكموا بأن خص الإعدام بعد ما تثبت أن هاد السيد هذا ماشي حمق، وباش تثبت بأن السيد هذا سليم عقليا كخص اللجنة الثلاثية ديال الأطباء المسؤولين الرسميين اللي كتعينهم وزارة الصحة على صعيد كل إقليم يكونوا أكدوا لكم يتحملوا مسؤولية القول بأن الرجل سليم عقليا، أو المرأة ديال العرايس سليمة عقليا، أو الحماق اللي ذبح الطفل في الصلاة كان سليم عقليا. ملي هذوك الناس اللي ما عندهم حتى شي علاقة بالقضاء كيسلموا بصحة هذا المتهم وأثناء محاكمته بالإجماع يعاقب عليه بالإعدام، حينئذ يمكننا نقولوا بأنه هذا الطلب أو هذا الحكم من بعد إذا المحكمة نفتت المسمسة السنية بالعامة قد يكون لربما في محله، نقولوا لربما في محله كتحمل العبء ديالو السلطة القضائية يا كتعرفش كدير كتحمل المسؤولية، وإذا غلطت خصك تأدي وتتمك كبير في حالة الغلط دون مناقشة مالي وأخلاق وسياسي وكل شيء. كيف يتميتش القضي وده كان خطأ في القضية ديال الإعدام، ولكن الشرطين أساسيين هو الإجماع، وثانيا أن يكون القاتل في صحة جيدة أو أقل في صحة نفسية وعقلية مضبوطة. ماشي القاضي اللي غادي يقول بان لي مريض او بان لي صحيح، ما عنده حتى شي صفه باش يقولها، كخص اللجنه الثلاثيه اللي كتضمن، لان هذه قضيه ديال الحياه. يمكن احيانا نحسوا بانه ضروري ضروري البشاعه والتكرار ديال الجريمه او السوابق وكذا كتجعلك تشك بأنه توضع ثقتك في المتهم المجرم. في الحالة هذه احنا متفقين أنه يمكن الحكم عليه بالإعدام ولربما حتى تنفيذ العقوبة، لكن إذا الشروط اللي ما توفرش وإذا قضى ما شاركش المجتمع المدني عن طريق الأطباء، حينئذ القضاء ما عندوش الحق باش يتصرف في حياة ديال المواطنين، تارك انك تتصرف في الحريات وكتصرف في الحريات احيانا بتحسف. فعلا بحال اللي قلتي الراي العام والساكنه كتقول هاد السيد حمق، ولكن يول البارح في بني ملال ثبت ان الساكنه والامام ديال المسجد والجيران والمواطنين كيقول على واحد الشاب عنده 20 عام في حياته حماق مسلسل كيعتبر راسه هو المهدي المنتظر احيانا، وكيغطي عينه احيانا اليمين حدا الناس، كيقول لك لان بالاخرى كنشوف الناس وبهذه كنت كنشوف الجنون والشياطين وكنغطي باش ما نشوفهمش باش ما ياثروش عليا، وحكم عليه بالاعدام بدون الاتجاه الى الخبره الطبيه. هذا علاش حنا كنخافوا ان هذا الشيء هذا اللي يتكرر في سلاوي، يتكرر في طنجه، في العرايش،
دونك حينئذ حنايا ما كنشوفوش الملف في حد ذاته، كنشوفوا المبدأ بصفة عامة. المبدأ بصفة عامة خصو يكون واضح، غير تكون كاينة إمكانية أتصرح بالإعدام لابد من لجنة طبية ثلاثية بدون المناقشة وقبل المتابعة أو أثناء مرحلة التحقيق. ولما دارش ماشي قاضي بالنسبة لي أنا، ماشي قاضي تماما، لكن ديا وقته في القضاء، الله أعلم شنو جديد في القضاء. وثانيا خص الإجماع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.